سالي من برج القاهرة حيث أضيء بعلم دولة الكويت. سالي، حدثيني عن الصورة لديك. صخر والمشاهدين الكرام، بالفعل نتواجد في محيط برج القاهرة بعد أن أسدل الليل ستاره في العاصمة القاهرة. تزين برج القاهرة بعلم دولة الكويت في هذا اليوم 25 فبراير، تزامنا مع احتفال الأشقاء في الكويت بالعيد الوطني 62، وأيضا ذكرى التحرير 32 في هذا اليوم تحديدا. هذا الحدث التاريخي الهام، ويكسو برج القاهرة الأربعة الألوان لعلم الكويت إضافة إلى شعار هذا الاحتفال لهذا العام 2023، وهو عز وفخر، إضافة أيضا إلى رسالة من الشعب المصري إلى الشعب الكويتي، رسالة تهنئة ورسالة سلام. وهذا التقليد الذي يتم سنويا هو يعكس قوة العلاقات ما بين الشعبين المصري والكويتي في أحد أهم وأبرز المعالم السياحية بالعاصمة القاهرة، وهو برج القاهرة. لو تحدثنا عن تاريخ وأصل هذا الاحتفال بالعيد الوطني، فهو يرجع إلى 19 يونيو تحديدا، وهو ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، وذلك عام 1961. وظل الاحتفال لمدة 3 سنوات حتى عام 1964 في 19 يونيو. ثم بعد ذلك صدر مرسوم من قبل الشيخ عبد الله سالم الصباح بدمج عيد الوطني مع ذكرى اعتلاء الشيخ لسدة الحكم، وتم تحديد 25 فبراير، وذلك للاحتفال بالعيد الوطني وذكرى التحرير منذ عام 1964 في هذا اليوم، وذلك حتى يتسنى للأشقاء في الكويت الاحتفال بعيدا عن حرارة شهر يونيو وفصل الصيف. هذا هو ما يتعلق بال احتفال وتزيين برج القاهرة في هذا التقليد السنوي من هنا من مصر إلى الأشقاء في الكويت. والكلمة تعود إليكم مرة أخرى. نعم، نتمنى جميعا العز والفخر لدولة الكويت. سالي سالم ورامي محمد، كنتما معنا لرصد الاحتفالات بالعيد الوطني 62 لدولة الكويت من مصر. شكرا جزيلا لكما.